السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي تابلت، يعني قمت بنزع هذا التكتيل هذا، وسأركب تكتيل جديد إن شاء الله تعالى. الآن إخوان سأضيف شيء من هذا، يعني هذا اللصق لهذا الشاشة اللمس، لكي في هذا أجنب الشاشة لكي تلتصق شاشة اللمس جيدا. تابعوا معي. الآن إخواني قمت يعني بإضافة في سميتو هاد أجنب الشاشة مادة اللصاق، والآن سأقوم بإزالة هذا الشيء الآخر هنا كما ترون. والآن سأقوم بإدخال هاد، يعني كما نقول لها، الصمتة في هذا المكان ونتوكل على الله. إذن كما ترون الإخوان، يعني الطابلت تمت يعني تركيبها. أتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإلى اللقاء.